كما يتكامل دور الناس في الحياة، كذلك في اللغة يتكامل دور الأفعال والأسماء والحروف. صحيح أن الحروف لا محل لها من الإعراب، إلا أنها تؤدي دورا كبيرا في إتمام المعنى. من هذه الحروف الأحرف المشبهة بالفعل درسنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. شكرا آنسة علا. أبنائي الطلبة، أسعد الله وأوقاتكم ومرحبا بكم في لقاء جديد نبحر وإياكم بخلاله لنتعرف مبحثا جديدا من مباحث لغتنا العربية، لنتوقف عند مبحث الأحرف المشبهة بالفعل. فما الأحرف المشبهة وما عملها؟ تعالوا بنا لنتعرف عليها، ولكن بعد هذه المشاهدة المرئية. مرحبا يا صديق. أهلا بك. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. لما أنت متأمل السماء؟ السماء ماطرة. أو تعتقد أنني سأصدقك؟ أؤكد لك أن السماء ماطرة. أتمنى أن يصدق حدسك، ليتها ماطرة. عسى الله ألا يخيب ظني، لعله يثبت ما أنا عليه. كم أحب فصل الشتاء يا آنستي. بعد مشاهدة الفيديو، بني، لاحظنا أن الأحرف المشبهة بالفعل تدخل على الجملة الإسمية وتتضمن معاني الأفعال. فالحرف المشبه بالفعل أن يفيد التوكيد، لأنه بمعنى الفعل أؤكد. ليت يفيد التمني، لأنه بمعنى الفعل أتمنى. لعل يفيد الترجي، لأنه بمعنى الفعل أرجو. وجميع الأحرف المشبهة بالفعل تدخل على الجملة الإسمية. ما هي الأحرف المشبهة بالفعل أستاذ محمد؟ شكرا لك آنسة علا. يوجد في لغتنا العربية 6 أحرف تعرف بالأحرف المشبهة بالفعل، وهي على النحو الآتي: إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. وسميت بهذا الاسم لأن كل منها يحمل معنى فعل معين ومعانيها آنسة علا. إن، أن تفيدان التوكيد، كأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التبني، لعل تفيد الترجي. والآن أبنائي الطلبة، تعالوا بنا لننتقل إلى حالة أخرى لنتعرف مع الآنسة علا عليها. تفضلي أنستي. يسأل الطالب نفسه ما عمل وما دور الأحرف المشبهة بالفعل. مر معنا سابقا أن الجملة الإسمية تتألف من مبتدأ وخبر، ويأتيان دائما مرفوعين. فماذا لو دخل عليها حرف مشبه بالفعل؟ لنتأمل المثال الآتي: إن السماء صافية. إن حرف مشبه بالفعل، السماء اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، صافية خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن تدخل الأحرف المشبهة بالفعل على الجملة الإسمية، فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويبقى الخبر مرفوعا ويسمى خبرها. لنتابع مع الأستاذ محمد. بوركتي آنسة علا، وشكرا لك على هذا التقديم الرائع. والآن لنتوقف عند حالة أخرى من حالات الأحرف المشبهة بالفعل في القاعدة.
في قولنا إن السماء ماطرة، الخبر هنا ماطرة وقد جاء اسما ظاهرا. أما في قولنا إن السماء تمطر، فإن الخبر تمطر قد جاء هنا جملة فعلية. أما في المثال الثالث في قولنا إن السماء غيومها ماطرة، فإن الخبر غيومها ماطرة قد جاء جملة اسمية. أما في المثال الأخير أبنائي إن الغيم في السماء، فإن الخبر هنا شبه جملة، ألا وهو جار ومجرور. وبناء عليه نقول أبنائي الطلبة، يأتي خبر الأحرف المشبهة بالفعل آنسة علا اسما ظاهرا، جملة فعلية أو اسمية في محل رفع خبر، شبه جملة، جارا ومجرورا أو ظرفا. نعم. والآن تعالوا أبنائي لننتقل إلى الآنسة علا لنكمل معها مشوار الأحرف المشبهة بالفعل. شكرا لك أستاذ محمد. بني، ننتقل الآن إلى حالة جديدة من حالات الأحرف المشبهة بالفعل، ألا وهي تقدم الخبر على المبتدأ. نتابع المثال الآتي: إن للعلم فوائد. جاء الخبر جارا ومجرورا للعلم، لذلك فقد تقدم الخبر والاسم جاء نكرة. وفي المثال الثاني: إن للعلم فوائده. للعلم جار ومجرور. فوائده، اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر. تمام. من هنا نجد أن الخبر يتقدم على الاسم وجوبا إذا كان الخبر شبه جملة وكان الاسم نكرة، وإذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر. نعم. أستاذ محمد، هل لا تطلعنا على حالة أخرى من حالات الأحرف المشبهة بالفعل لنفيد به أعزائنا الطلاب؟ على الرحب والسعة، ولكن إلى هنا آنستي قد توصلنا إلى نهاية الدرس، ولنستعرض الآن القاعدة بشكل العامة. القاعدة العامة، الأحرف المشبهة بالفعل هي إن، أن، كأن، لكن، ليت، لعل. وقد سميت بهذا الاسم لأن كل منها يحمل معنى فعل معين ومعانيها. إن، أن تفيدان التوكيد، كأن تفيد التشبيه، لكن تفيد الاستدراك، ليت تفيد التمني، لعل تفيد الترجي. وتدخل الأحرف المشبهة بالفعل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. هذا ويأتي خبر الأحرف المشبهة بالفعل، هل أطلعتنا عليها آنسة علا؟ نعم، يأتي خبر الأحرف المشبهة بالفعل اسما ظاهرا، جملة فعلية أو اسمية في محل رفع خبر، شبه جملة، جارا ومجرورا أو ظرف. ويتقدم خبر إن وأخواتها على اسمها وجوبا في الحالات الآتية: ففضل. إذا كان الخبر شبه جملة وكان اسمها نكرة. نعم. إذا كان في الاسم ضمير يعود على الخبر. شكرا لك أستاذ محمد، شكرا لمتابعتكم أعزائي الطلاب، لكم كل التوفيق، دمتم بخير. أبنائي الطلبة، شكرا لحسن متابعتكم وإصغائكم، راجين من الله أن نكون قد قدمنا لكم كل فائدة، دمتم بخير.